اشتد عذابي على من قل حياه مني يا ملائكتي كما جاء بالتفسير. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. لما بدا يشوف عم يتكلم اليدين والاعين ويتكلم الجلد، الله اكبر، داري اورد دي لكرجاك دي جاك لكي. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، ليش شهدتم اللي انا اكلت الربا؟ ليش شهدتم اللي انا زنيت؟ ليش اكلتم اللي انا اخذت الرشوه؟ ليش؟ ايش بدي يقولوا؟ قالوا وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. قدش تلم الله تبارك وتعالى بزيارة طيسة ومطلق الله جل جلاله حسب شكجة جنة محمد صلى الله عليه وسلم كم شغبا استمزيز كم استمزيا هم الدنس فداك أبي وأمي يا رسول الله أنا مضم صنا فدوس أي الله الرسول الدنس يمدخل يصلي ما بصلي يا أخي صلي إذا بدك تكون جار لمحمد صلى الله عليه وسلم صلي يا أخي. سألنا واحد بصلي قال أنا أمي بصلي جديد نماز قرار بس يوم 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 أنك كل يوم يوم سرع أنك كل يوم سرع ونا فرصة سرع لا فرصة ديش بيلا وأجلال مرضى دنيا ده نأكاسك ولا بيش جسين ومكتبة ده سورة رمضان ده إيجلي بعض هاتر لقنا بلوجه. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفلت الشياطين. رواه البخاري ومسلم. أخواني أولا ربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أعطي سمعك ديون أعطي سمعك. ليش يا ابن مسعود؟ يقول لأن ربك تبارك وتعالى يأمرك بشيء أو ينهاك بشيء. يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. يا أيها الذين آمنوا بالقرآن وعملوا بالقرآن وتدبروا القرآن وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما أمرهم القرآن يدخلون الجنة بسلام يدخلون الجنة بسلام يتنعمون بالثمار على شواطئ الأنهار بإذن من الله العزيز الغفار. هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. بودا يا أيها الذين آمنوا آية جديدة